فشل تحالف الصهيوني العربي في حربه الوحشية على اليمن، ها هو يلجأ إلى مرتزقة التواصل الاجتماعي الذين يرتمون في حضن إسرائيل ويبيعون الأرض والعرض بثمن بخس. الله 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 الله، كل هذا الأوصاف عشان الكلمة دنيا. الله الله، هذا الذي باع العرض والأرض، وهذا الملعون، وهذا الخنزير والأحذية، وندري أيش، وتبع أمريكا وإسرائيل وعملة وخونة وأصحاب أيش؟ أصحاب الزنانير المخفية. يهودوه، خرجوا من الإسلام والملة، كفرون زنانير بس مخفية. الله الله، عشان كلمة بسيطة يعني تخيل كل هذا الأوصاف فجأة تكتشف إنها فيك. لأن قلت بس إن يا جماعة في نهب وفي سرقة وفي فساد، مع أنه يفترضوا معك إنسان وطني وإعلامي وطني تحت سيطرتهم في مناطقهم، يفترض أنك تقول نشكر أنصار الله على هذه السرقات ونتمنى مزيدا من النهب والسرقة، والرواتب هذه مضرة بالصحة ولا نحتاج، خذوها لكم ويهناكم بالعافية، وإذا تحتاجوا مجهود حربي فلوس ومولد زينب احنا جوبنا واخلصوا جلودنا، ما لجل تثبت وطنيتك. أما زيد يقول لي فساد ولا نهب أراء ولا طالب راتب ولا يقول الناس جاوعة ولا تشتي تأكل، هذا تبع إسرائيل وعدوان السوسر الأمريكي. لا تهمش أحمد حجر، بسر أحمد حجر مع من بيخزن، ركزوا له وهو يعجبه الزبد، وانت لا تخثاش لما نقول عليك مرتزق، قدو مرتزق وهو دائنه مرتزق، الموضوع أكبر منكم، خليك على مشاهدات حقك وبعد لك من المواضيع الأكبر منك، ونقول لليوتيوبرات صلوا على النبي وجمعوا دوما، موضوع شوفوا بخطوط. بخطوط، أيوة خطوط موجودة، الخطوط هي صح مسيرة الحرية والكرامة، بس حرية متاحة لك، قمة الحرية، يعني حرية أنك تقول سيد العلم أو سيد لقى، بس انك تتكلم عن فقر ولا عن الناس تشتري رواتب ولا فساد ولا كذا، لا بخطوط. بخطوط، شوفوا هذا مفهوم الحرية والكرامة، تخيلوا حملة يعني شنها على هذا الناشط وعلى الكلمة هذا، وتسطر العماد وقناتها الهوية للتحريض عليهم وعلى الناشطين واللي بيقولوا هذا الكلام، مع انه يحسسوك ان هذا احمد حجر هذا مدري من جو صدق بتير امريكا واسرائيل راسا، مع انه الى قبل فتره بيشتغل عندهم في القناه وبيقدم برنامج في قناتهم الان. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي ومستمعي تلفزيون والراديو الهويه، ورحبكم في حلقه جديده من برنامج خافي، الى ان نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان يشتغل معاهم في نفس القناة ويقدم برنامج وموظف مع العماد وطبيعي، وما فيش لا زنانير ولا أمريكا ولا عميل ولا مرتزق، ويشتغل معاهم وزميلهم في القناة وكل نفس هذا المذيع زميله في القناة اللي بيقول عليها اليوم أيش؟ ها هو يلجأ إلى مرتزقة التواصل الاجتماعي الذين يرتمون في حضن إسرائيل ويبيعون الأرض والعرض بثمن بخس. باع العرض والأرض ومرتمي في حضن إسرائيل، هذا نفسه اللي بيقول هذا الكلام، إيش كان يقول إلى قبل فترة عنه؟ وأيضا معي الفنان والمخرج والكاتب والمنشد طبعا الأستاذ أحمد حجر صاحب الطرفة الجميلة والروح الطيبة. أحمد حجر ممثل ومخرج، أشكرك جزيلا الشكر، شرفتنا وأسعدتنا بتواجدك معنا. شكرا لك أخي العزيز، شرفتنا ونورتنا، وصاحب القلب الحنون والقلب الواسع والأبيض والنقي والأستاذ الفنان الكبير الطيار المهندس المغوار المرنج، كل الأوصاف وصفوه، وأيضا بيع العرض والأرض والمرتمي في حضن إسرائيل، قلبوا عليه قلب نفس المذيع، قلب عليه وغيروا أوصافهم، لأنه فقط نقل ما بيقولوها الناس، لأنه بيفتكروا أنه الإعلامي والإعلام إيش مهمته؟ ينقل ما قاله السيد وتوجيهات السيد وتعازي السيد وتانية السيد وخطابة السيد وهدرة السيد، هذا هو الإعلام، تنقل ما يقولها الناس واحتياجات الناس ومعاناة الناس، لا الباص المعكس منتظر لك، ولهذا ممنوع تتكلم عن أي فساد. يستغل بعض الناس الحديث عن الفساد من أجل مصلحة في نفسه لا غير، وهؤلاء الذين يتحدثون عن الفساد كان الحري بهم أن يتحدثوا عن ظلم آل سعود، عن جبروت وطغيان آل نهيان. شفتوا
إذا بيقول لك تتكلم عن الفساد مسموح لك تتكلم عن الفساد الدولي، عن آل سعود، آل نهيان، آل البيض، لا تتكلم عن الدول الأخرى. فساد داخل اليمن ما فيش أي فساد، هذا الدول اللي يفترض أنك تناقش فيها. الدول الخارجية اللي لا عندهم رواتب ولا خدمات ولا كهرباء ولا ماء ولا أي حاجة بسبب الفساد اللي عندهم، أما الشعب اليمني كل شيء متوفر له، ليش تتكلموا عن الفساد يعني؟ ومن يتكلم على الفساد أيشو؟ مصلحة في نفسه لا غير، مصلحة في نفسه. ولهذا أنا أعرف واحد من قبل كان يتكلم عن الفساد من أجل هذا، من أجل مصلحة في نفسه. أنا كنت أذكر كلامه. القمامة لا زالت في الشارع، البسطة لا زال، المضبات، الحفار، الفساد قائم، والرسوم تؤخذ، والرسوم تؤخذ مقدما. سيأتي من أكل بها الدجاجة والرز والقات والموسي الذي شربه والبعبعة والراحة والفهنة والحمام وجارف والحديدة. فساد في القمامة، في المضبات، والرشاوي والموسي والبعبعة فساد. أما الآن خلاص الحمد لله ما عاد فيه من هذا كله، ما عاد فيه لا فساد ولا قمامة ولا مضبات ولا رشاوي ولا أي حاجة. اصلا قد القمامه قديم المكاتب، القمامه نفسها وقديم مشرفه بيسموها، تخيلوا. الان ما عاد فيش يعني، طبعا زي ما كان يرفعوا شعارات من قبل. عجبت، قال الامام علي، عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شهيرا سيفا. كان شعارات رنانه، كان الامام علي حاضر واصل في المظاهرات. والآن لو ما قدر الناس ما عم بيخرجوش بسيفهم، بس بيطالبوا بمنشور ولا بمظاهرة بسيطة ولا سلميا وكذا، بيطالب بيقول لهم أنا جاوع، رجع السيف في رقبته. الآن ما عاد فيش فساد ولا عاد في أي حاجة في اليمن. الفساد فين راح؟ آل نهيان. أيوة راح في آل نهيان الفساد الآن. أما في بلادنا حتى مطالبتك براتبك كموظف أصبح جريمة. لا تفرح بالتليفون، لا تفرح بأن لديك إنترنت ورصيد، لا تفرح بأن لك متابعين ومشاركين. يتحدثون عن الرواتب، الرواتب، الرواتب. أنت تفسد عقيدة الناس، تفسد أفكار الناس، تصيب وعي الناس. أيوة الحديث عن الرواتب إيش يعمل؟ أنت تفسد عقيدة الناس، تفسد عقيدة الناس. صراحة إلا العقيدة، الواحد يتهاون في أي شيء إلا العقيدة. هم ما قطعوا رواتبك إلا عشان عقيدة، يتقوى إيمانك. شوف الدول الأخرى اللي معهم رواتب كيف إيمانهم ضعيف إلى جهنم. أما اليمني ما شاء الله عقيدته وإيمانه قوي بأقوى قوته. ولهذا لا خوف ولا أي قلق على اليمني، إيمان لن يتزعزع أبدا ولا رياء. ما شاء الله. طيب صلي على النبي، ما تصديش قدامك. كيف ما تصديش؟ مالك؟ ورابط عيونك ليش؟ كيف رابط عيونك ليش؟ لا محققين، والمحقق ضروري يغطي عيونه من أجل المجرم لا يعرفه. الحين من خطف من؟ أنا خطفتك ولا أنت خطف من؟ أنت شفت مني؟ يعني إذا الحين صراحة المفروض إنك أنت تغطي عيونك مش أنا. أقول بالله من الشيطان نسيت. أيوه ما طلع أنا؟ ما طلع أنا؟ ما أنتم اللي جبتوني لهنا. أوه الله يا زهيمر. الحين اسمعني. من ذا الحين أنا بنكلمك من الآن، أسأل ترد على قدر السؤال. تمام. ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ هم بيشتغل. أنا يوتيوبر. توبر؟ ما هذا توبر؟ هذا أقول لك ما هو عملك مش اسمك، هذا اسم الله. ما هو؟ لا هذا عملي، ما فيش حد اسمه يوتيوبر. كفى، قل لي الحين ما هو عملك. عملي يوتيوبر. ما هو توبر هذا؟ والله كيف أشرح له هذا؟ يوتيوبر عرفت يوتيوبر. شوف أنا فاهمك من الآن، إذا أنت تعمل نفسك يعني أنك حاذق وتخارج نفسك وتدي وأنك أتهرب، أنا من الآن بين أكلمك. أنت ليش بيسموني؟ إيش؟ كونون المسيرة. جزاكم. من غير جرس، من غير لقافة. جاو. تمام. ما هو عملك بين أقول لك؟ عملك؟ باليوتيوب. موقع. موقع. أهو تبع العدوان الموقع هذا. حنبت نفسي معك. أهو تبع العدوان هذا. يا أستاذ. مرتزق أنت؟ لا والله يوتيوبر، ما ناش مرتزق. ما هو اليوتيوبر هذا؟ ما هو اليوتيوبر؟ كيف أشرح له هذا ما هو اليوتيوبر؟ كيف أشرح له؟ ما جيت هذا الحين أنت أستاذ شرح طالب ولا ما؟ أقول لك اعترف. ما هو اعترف بإيش؟ عملك ما هو اليوتيوبر هذا؟ توبر.
يوتيوب مقاطع. هذا يوتيوبر تبع المنشا؟ لا لا مش تبع امريكا وسرائي. صلى الله النبي، شمتوه ما بتجيب لي انت، ما هو مش لدي الدرجه خطير ما هو، الناس كلها بتستخدمه عادي. ما هو علاج موقع على شبكه الانترنت. ها فدا يعترف شبكه، وانا بين فكنك وحدك، بين فكنك وحدك وحد انت وشبكه. راح يسمعني اشتي الكل، الشبكه هذا تدي لهم بالاسم كلهم وين بيوتهم، الباص يمر للكل. يلا ما هو هذه شبكة الإنترنت، يعني الكل بيستخدمها طبيعي، يسموها هكذا. ما في يسموها هكذا، أنا أقول لك أنا ما عاد تقدر تضحك علي. ما بضحكش عليك، اسمعني دحين تكلمني. ما لي معك، ما لي قلت أخي، أنا معي قناة بنزل فيها فيديوهات. ها قناة يعني تقصد هذا مثل قناة السويس ولا قناة بنما ولا قناة الحب حقنا ولا ما هذا القناة؟ قناة بنزل عليها فيديوهات ومعي متابعين ومشتركين. هلا هلا هلا، يعني معك قناة يعني مدعو يعني فلوس. قل لي من بيدعمك؟ ما حد بيدعمك. قل لي كم التردد حق القناة؟ كم التردد؟ كم أتأكد الشيء؟ تأكد من التردد. ما في ما استرددي، بتجي على رابط. رابط كيف رابط؟ رابط يعني www. وحاجة زي كده. ما هو دوت هذا الساعة؟ قل لي ما هو هذا؟ ما هي القناة؟ يا أخي هذه القناة تمام، بيكون معك مشتركين، ناس تابعوا أعمالك وكذا، ومعي حدود 50,000 كذا. 50,000 يا أخي مش في زلط، مش زلط يا أستاذ. 50,000 مشترك. كيف 50,000؟ بشر 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 ما 50,000 شخص. لا انت لوك، شكلك لوك، شكلك ما تشيش تجيب يعني الا بالعين الحمراء. انا داري ضروري كذا العين هذا حمراء، باقي الثاني انا داري. راح نقول لي ايوه ها ايوه ده عندي انا جالس الطب من اول ما انا داري ما يتهمته. الحين ما في حل بها الجني هذا، والله اقتله واصير اخزن، انا مانيش فاضي. ها ماشي سلك بالله، قول بغيره. أبا 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 أيوة، ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، مع السلامة. أيوة 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 المسكنة، ومودو توتوبر ومدري ما هو. أنت ما عاد تحتاج تحقيق، ما عاد تحتاج تحقيق، ولا عاد تحتاج، أنت لو تهمتك جاهزة من أصحاب ثورة الجياع المطالبة بالرواتب، مه أصحاب الحقوق والحريات. ما عاد بيعجبكم يعني يا السيد القائد والملازم، ما عاد بيعجبكم صح؟ تهمة جاهزة، لكن الله يهمك أنا بقى أنت فلك الشنب هذا. لا تلفقوا ليش أي تهمة، أنا ما ليش أي دخل فيها. لا حرام، لا ألفقك من ضمن لما أقلع وشك هناك حاجة. قلت حطت مع هذا المتكتك. ما هذا المتكتك؟ ما قد فهمنا المتوبر، ديتوا لنا المتكتك، بيت من بالتكتك يا جني. طبعاً ما يحدث.